بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال أبو القاسم الخراقي رحمه الله: مسألة، فإذا فرغ كبر للركوع، وأما الركوع فواجب بالنص والإجماع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. هذه آخر مسألة وقفنا عليها قبل ذلك، وذكرنا بعضا من فصول ابن قدامة رحمه الله عليه. يقول: إذا فرغ يعني من القراءة قائما كبر الركوع، والركوع ركن من أركان الصلاة، إذا كان الركن الأول يكبر للإحرام فيدخل في الصلاة وهو قائم، هذا ركن من الأركان. الركوع ركن آخر، فإذا ركع فيسبح الله عز وجل كما سيأتي في الركوع. الركوع واجب وركن في الصلاة، والإجماع يدل على وجوبه، وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر بالركوع وأمر بالسجود. إذا كان الإمام مع المأمومين يسن للإمام أن يجهر ليسمع المأمومين، وهذا تقدم قبل ذلك، حتى يقتدى به في حال ركوعه أو في حال الجهر والإصرار جميعا. قال: ويرفع يديه كرفع الأول. هذه من السنن، وذكرنا قبل ذلك تفصيل الخلاف فيها، والراجح أنه يكبر وأنه يرفع اليدين، سواء رفع اليدين مع التكبير أو رفع اليدين بعدما كبر، أو أنه قارن بين التكبير مع رفع اليدين. رفع اليدين يكون إلى حزو المنكبين أو إلى فروع الأذنين، يستقبل القبلة براحة الكف. لو أنه كبر فقال: الله أكبر، إذا هنا بدأ بالتكبير مع رفع اليدين، فانتهى منه مع أن وصلت اليدين إلى المنكبين أو إلى حزو الأذنين، كان حسنا، وهذا يختاره ابن قدامة رحمه الله. في الركوع يستحب أنه يجافي عن جنبيه، العضلين عن الجنبين في أثناء الركوع، بيبقى اليدين خارج وليست للداخل، هما بجواره، ولكن يجافي العضد عن جنبه في أثناء الركوع. هذا إذا لم يكن في صلاة جماعة يؤذي من بجواره، إذا كان الصف ضيقا وسيضايق من بجواره فيفعل ما لا يضايق من بجواره في الركوع وفي السجود. لكن إذا تهيأ له أن يجافي حيث يبعد العضدين عن الجنبين فعل ذلك، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الركوع كمعنى لغوي يقول لنا علماء اللغة: الركوع بمعنى الخضوع، كأن أصله. يا ترى هل كان الركوع ده معروف في الجاهلية؟ كانوا يركعون أو كانوا يعرفون هذا الركوع، ولا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة الصلاة؟ يقول لنا علماء اللغة، هذا كلام ابن منظور في لسان العرب: الركوع الخضوع، هذا جاء عن ثعلب من علماء اللغة يقول ذلك: ركع يركع ركعا وركوعا، يركع ركعا وركوعا، بمعنى طأطأ رأسه، بمعنى طأطأ رأسه. يبقى إذا طأطأ الإنسان رأسه بمعنى أنه ركع، كان هذا في اللغة. يبقى تيجي الشريعة تقيد الركوع بهيئة معينة، مش هيبقى أنه المعنى اللغوي هو نفسه اللي فيه، ولكن هيقيد هذا المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي فيه. يبقى لو أنه كان في الصلاة فأحنى رأسه لم يكن ركع، لابد وأنه يحني ظهره، ينحني بظهره، وأنه يكون في الهيئة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا علماء اللغة: كل قومة يتلوها الركوع والسجدتان من الصلوات فهي ركعة. يعني يفسروا كلمة ركعة معناها إيه ركعة؟ هذا على المعنى الشرعي ليس على المعنى اللغوي. معنى الشرعي بنسمي الركوع هيئة انحناء، يحني الإنسان ظهره، يبقى ينزل بظهره منحنية، هذا الركوع. قيل في الشرع بأنه يكون على هيئة تفارق هيئة القيام، يبقى النظر إليه يعلم أن هذا راكع مخالف لهيئة القيام، لكن لو كان قائما وأحنى رأسه هذا قائم وليس راكعا. بيفسروا المعنى اللغوي للركعة، الركعة إيه المعنى اللغوي فيها؟ يقول أنها كل هيئة قيام
يتلوها ركوع ويتلوها سجدتان هذه اسمها ركعة، هذا المعنى الشرعي لها. يقال ركع المصلي ركعة وركعتين وثلاث ركعات وثلاث ركعات، قل ركعة ركعة، ركعة ركعتين، ركعة ثلاث ركعات بالتحريك بفتح الكاف يعني، وليس ثلاث ركعات ركعات. إن ركع ركعا الركع بالتسكين المصدر منها، فالركعة والجامع فيها على التأنيث ركعات، زي ما قال تمرة وتمرات تجمع على ذلك، كذلك ركعة وركعات. قال وأما الركوع فهو أن يخفض المصلي رأسه، أو أن يخفض المصلي رأسه بعد القومة التي فيها القراءة حتى يطمئن ظهره راكعا. يذكر عن لبيد ابن ربيعة أنه قال أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع، أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع، أدب كأني كلما قمت راكع. يقول إنه إذا كبر في أو كبر في سنه، إيه وراء بعد ما يكبر في السن من الأبيات الجميلة اللطيفة اللي فيها العظة، يذكر إنه إذا تراخت منيتي إيه حيكون لما نكبر في السن وتتأخر المنية. قال لزوم العصا بعد ما ماشي على رجلي الاثنين، ماشي بعكاز، ماشي بعكاز معي، لزوم العصا تحنى عليها الأصابع، سكة نحني عليها أصابعي، أخبر أخبار القرون التي مضت، يعني أكون قصاص نحكي اللي ماتوا كان في فلان وكان في فلان، أخبر عن الماضين، أدب كأني كلما قمت راكع، إن هيئتي أمشي منحنية كهيئة الراكع كلما أردت أن أقوم أنحني هذه. قال فأصبحت مثل السيف غير جفنه، فأصبحت مثل السيف غير جفنه، تقادم عهد القين والنصل قاطع، يعني صرت كأني سيف قدم الجفن الجراب بتاعه، وإن كان السيف قاطعا ولكن هذا السيف الجراب بتاعه بعد عن القين، عن الإنسان اللي بيصنع الجفان ويصنع السيوف، فصار قديما خلق. فالراكع المنحني، قال هذا في قول لبيد، إنه لبيد ابن ربيعة كان جاهليا وأسلم بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه، وترك الشعر بعدما أسلم وحفظ سورة البقرة، فلما كانوا يسألونه عن الشعر وكان شاعرا عظيما وكان من أصحاب المعلقات، كان له معلقة، معلقة لبيد ابن ربيعة كانت تعلق بالكعبة في الجاهلية، فبعدما أسلم ترك الشعر كله، وكان إذا مدحه أحد بشيء أمر ابنته قال أجزيه، يعني رد عليه، أما هو فبطل الشعر، وكان يقول أبدلني الله عز وجل منه بصورة البقرة، حفظ البقرة مكان ما كان يقوله من شعر. كأن المعنى في اللغة للركوع الانحناء أو انحناء الرأس، وجاءت الشريعة تقيد الركوع بهيئة الصلاة المعروفة التي نذكرها. يقول الإمام النووي في المجموع والركوع في اللغة الانحناء، وقال صاحب الحاوي وبعضهم يفسرون يعني بعض الشافعية زي الإمام الموردي صاحب الحاوي هو الخضوع، يقول الركوع يأتي بمعنى آخر في اللغة بمعنى الخضوع، وأنشدوا فيه البيت المشهور علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، هذا البيت لرجل من الجاهليين اسمه الأضبط بن قريع، يقول هذا من حكمه في تسعة أبيات من الحكم الجميلة يذكر فيها هذا البيت، وأوله يقول ولا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، ولا تهين الفقير، أصلها ولا تهين بس مش هتيجي في الشعر إلا بذلك، ولا تهين الفقير علك، وقبلها يقول وصل حبال البعيد إن وصل الحبل واقص القريب إن قطع، ولا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، هذا جاهلي ويتكلم في الجاهلية بهذه الحكمة، يقول ما تهنش إنسانا فقيرا لعلك أنت تفتقر يوما ويضعك الدهر ويرفع هذا الإنسان، فقال علك أن تركع، فعبر بالمعنى اللغوي يعني تنحني وتخضع، علك أن تخضع وتذل وقد رفع الله عز وجل هذا الذي أهنته يوما من الأيام. يقول الإمام النووي رحمه الله يسن أن يكبر للركوع بلا خلاف عندنا،
يسن أن يكبر للركوع بلا خلاف عندنا، وهذه المسألة سيأتي الخلاف عند الحنابلة أنه هل هذا التكبير للركوع سنة ولا هو واجب من الواجب. يقول أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فصل. وإذا رفع رأسه وشك هل ركع أو لا، يعني بعد ما بيرفع من الركوع لو أنه شك. الأصل وأنت في العبادة إذا شككت في شيء أن تأتي به، فإذا انتهت العبادة فلا يلزمك أن ترجع إليه إلا أن تستيقن أنك تركته. يبقى لو أنك في الصلاة وشككت يا ترى أنك كبرت الإحرام ولا ما كبرت الإحرام، يبقى يلزمك أن تأتي بتكبيرة الإحرام، كبر الإحرام لأنك لا تدخل الصلاة بدونها. لكن لو أنك انتهيت من الصلاة وبعد ما صليت بتفكر يا ترى أنا كبرت الإحرام في أول الصلاة، لا تلقي بالا للشك بعد انتهاء العبادة إلا أن تستيقن، إلا أن تستيقن. إذا استيقنت أن فعلا ما كبرتش الإحرام، استيقنت أنك لم تأتي بركن من أركان الصلاة، يبقى عليك أن ترجع إليه مرة ثانية. يبقى على ذلك هنا الشك في أثناء العبادة لا تدخل في ركن آخر ولا في هيئة أخرى حتى تستيقن أنك أتيت بالفرض الذي عليه. لكن إذا انتهت العبادة فلا يلزمك أن ترجع إليها وتعيدها إلا أن تستيقن أنك تركت الركن أو أنك ضيعت شيئا من واجبات الصلاة. يقول أبو القاسم الخراقي: ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال وإن قال مرة أجزأه. يعني في الركوع ذكر الركوع يقول سبحان ربي العظيم، يقولها ثلاث مرات، يقول هذا أدنى الكمال، كأن الكمال أعلى من ذلك. تقول عشر مرات، تقول أكثر من ذلك، تقول سبحان ربي العظيم فتكررها مرات، وبعد ذلك تقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم إني لك ركعت لك أسلمت بك أمنت إلى آخره، فتقول ما جاء من أذكار الركوع فيها هذا من كمال الركوع. ولكن أدنى ما يكون من كمال أنك تقول سبحان ربي العظيم ثلاث مرات. يقول ابن قدامة: جملة ذلك أنه يشرع أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، يعني قال بذلك الشافعي وقال الأحناف ذلك، وهو قول جمهور أهل العلم. وقال مالك: ليس عندنا في الركوع والسجود شيء محدود، وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود. يعني عايز يقول إمام مالك الأمر واسع، سواء قال سبحان ربي العظيم في الركوع قال غير ذلك من الأذكار، الأمر واسع عندهم. ولكن يقول ابن قدامة: لنا ما روى عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. هنا آية: فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم. والآية الأخرى: سبح اسم ربك الأعلى، قال اجعلوها في سجودكم لما نزلت. هذا الحديث إسناده يحتمل التحسين، فحسنه بعض أهل العلم ورجح أو مال لذلك الإمام أبو داود أو ذكره محتجا به، والشيخ الألباني اختلف قوله فيه وذكر أنه يرجح ويميل لقول من يضاعف الحديث. فالحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآية: سبح اسم ربك الأعلى قد جعلوها في سجودكم، وسبح اسم ربك العظيم أو فسبح باسم ربك العظيم قال فاجعلوها في ركوعكم. إسناد هذا الحديث فيه راوي وهو موسى ابن أيوب، وساقه يحيى بن معين، وساقه الإمام أبو داود، وقال الذهبي ثقة فقيه، قال الحافظ مقبول، قال الحافظ مقبول. فكأن الإمام الحافظ بن حجر يقول عن هذا الذي وثقه ابن معين ووثقه الإمام أبو داود أنه مقبول، يعني يحتاج من يتابعهم. هذا يروي الحديث عن عمه إياس ابن عامر الغافقي، وإياس ابن عامر هذا من كبار التابعين، وسكت عنه الإمام البخاري ذكره في تاريخه ولم يتكلم عنه بشيء، وقال العجلي لا بأس به، وقال الحافظ صدوق، وقال الحافظ صدوق. فعلى ذلك الأول الذي يروي عن عمه وساقه ابن معين وأبو داود ولم يجرحه أحد، فعلى ذلك كون الحافظ يقول مقبول في غير قال أنه ثقة. الآخر وهو إياس ابن عامر الغافقي قال عنه العجلي لا بأس به، والحافظ قال صدوق، وسكت عنه الإمام البخاري في تاريخه، فالإسناد محتمل للتحسين. الآية: سبح اسم ربك الأعلى، هنا أمر من الله عز وجل سبح، فسبح باسم ربك العظيم أمر من الله عز وجل، والأمر من الله واجب، فإذا كان واجبا فليكن تنفيذ هذا الأمر
في الصلاة، الصلاة عبادة، والأمر بذكر الله سبحانه تبارك وتعالى أوجب ما يكون في العبادة، فليكن هذا الواجب في الذكر أو في الصلاة ولو مرة يقال ذلك. وإن كان أهل العلم يختلفون في ذلك بناء على لفظ الحديث اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم، هل هذا يعين أن هذا واجب بحيث من ركع فلم يقل سبحان ربي العظيم متعمدا تبطل صلاته، ولا يفرق بين العامل والناس، ولا يقال كما عليه جماهير أهل العلم أن هذا ذكر سنة وليس فرضا واجبا؟ يقول ابن قدامة: جاء عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ركع أحدكم فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه، فليقل 3 مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه. هذا الحديث مرسل فإسناده ضعيف، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو قال سبحان ربي العظيم 3 مرات، فدل على أنه إذا قالها 3 مرات أنه يجوز مثل ذلك، فليكن ذلك. قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى، قال فسبح باسم ربك العظيم، يدل على الإطلاق. الإطلاق لو قلت سبحان ربي الأعلى أجزأ، لو قلت سبحان ربي العظيم أجزأ، فليكن المرة الواحدة جائزة. 3 مرات فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من ذلك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه مع غيرها من الأذكار. روى ابن ماجه من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، ولا بيذكره الإمام ابن قدامة، أن حذيفة سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ركع سبحان ربي العظيم 3 مرات، وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات. إذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قالها 3 مرات. الأمر بأنه يقولها 3 مرات لم يصح، لكن الفعل إذا هي سنة من سنن صلى الله عليه وسلم أن تقال 3 مرات، أو أقل الكمال أن يقال سبحان ربي العظيم في الركوع وفي السجود 3 مرات. يقول ابن قدامة: ويجزئ تسبيحة واحدة، تسبيحة الواحدة يقول سبحان ربي العظيم مجزئ. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح في حديث عقبة، يعني قوله اجعلوها في ركوعكم أو اجعلوها في سجودكم، قال هنا المطلق، والآية تغني الآية سبحان سبح اسم ربك الأعلى، قال فسبح باسم ربك العظيم، إذا امتثل الإنسان فقالها مرة أجزأ عنه ذلك. لكن هل هذا هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله مرة؟ لا، أقل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ركوعه 3 مرات، فليكن هذا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أقل ما يكون ابتداء به صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قدامة: وأدنى الكمال 3، أدنى الكمال أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم 3 مرات. قال لحديث ابن مسعود: وذلك أدنى، قدمنا أنه ضعيف. قال الإمام أحمد في رسالته: جاء الحديث عن الحسن البصري أنه قال: التسبيح التام 7، والوسط 5، وأدناه 3. هذا من قول الحسن البصري، قالها تفقها، يعني إن تكمل في ركوعك التسبيح فقولها 7 مرات، الوسط 5 مرات، أدناه 3 مرات. هذا من قول الحسن وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي من الحنبلة، القاضي أبو يعلى: الكامل في التسبيح إن كان منفردا، يعني يفرق بين الكمال في الانفراد والكمال في الجماعة، إذا كان منفردا ما لا يخرجه إلى السهو، وفي حق الإمام ما لا يشق على المأمونين. كلام لطيف من القاضي أبي يعلى، يقول فيه إنه الكمال للتسبيح إذا كنت منفردا تصلي وحدك، تصلي صلاة في قيام الليل أو كذا، إنك تكسر، قل كثيرا سبحان ربي العظيم، ولكن قد يكسر الإنسان بحيث أنه يسهو وينسى ويتلهب، يقول لك لا، أن أنت تظل تقول إلى درجة لا تصل بعدها إلى السهو والنسيان. فيقول الكمال في التسبيح أو الكامل في التسبيح إن كان منفردا ما لا يخرجه إلى السهو، يعني لا تكون إطالة شديدة عليه بحيث أنه يسهو بعدها ما يبقاش عارفه في أنهي ركعة مثلا. قال: وفي حق الإمام ما لا يشق على المأمومين، إذا كان الإمام يصلي بهم في صلوات الفرائض يبقى على ذلك لا يشق عليهم، يبقى يقولها 3 مرات، 5 مرات، 7 مرات، يبقى بحسب حال المأمومين وراءه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث: فإن من ورائكم الضعيف والمريض وذا الحاجة، يبقى الإنسان يراعي هذا الشيء، قالها 3، قالها 7، قالها أكثر أو أقل بحسب ما لا يشق على المأمومين. لكن إذا كان الإنسان يعلم أن من وراءه
لا يشق عليهم الإطالة فله أن يطيل، كالذي يصلي بهم في صلاة النافلة في التراويح مثلا يعلم أن من وراءه لا يشق عليهم أن يطيل فيقرأ جزءا في الركعة ويقرأ جزءا في صلاة التراويح، يبقى يراعي المناسبة بين القراءة وبين الركوع. إذا كان بيقرأ ربعا في الركعة مثلا مش هيجي يقرأ ربع في الركعة وبعدين يركع ركوعا سريعا ويرفع، يبقى هنا الركوع يناسب هيئة القيام، يبقى يطيل فيه شيئا عن ركوعه في الصلاة الفريضة أيضا بقدر لا يشق على من وراءه في ذلك. إذا كان في صلاة تهجد في آخر الليل والمأمومون يحبون أن يصلي بهم صلاة طويلة فيقرأ في الركعة الواحدة بحزب مثلا أو بأكثر أو بأقل، يبقى يراعي في الركوع أن يناسب هذه الهيئة من القيام، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يجعل للركوع قدره يقدره مع القيام كما سيأتي. يقول ابن قدامة يحتمل من الأقوال يعني أن يكون الكمال 10 تسبيحات، هذا محتمل، يحتمل أن يكون الكمال 10 تسبيحات يعني يسبح في الركوع 10 تسبيحات. ليه؟ قال لأن أنسا روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي كصلاة عمر بن عبد العزيز فحذروا ذلك 10 تسبيحات. يعني أنس بن مالك رضي الله عنه رأى صلاة عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين في زمنه رضي الله عنه فقال إنه يصلي صلاة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه أبو داود والنسائي وأحمد من حديث وهب بن مانوس. قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. يعني أنس شاف عمر بن عبد العزيز صلي أو صلى وراءه فأعجبه صلاة عمر بن عبد العزيز وطمأنينته في الركوع والسجود. يقول ما رأيت أو ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات، عدوا بيركع قد إيه فعدوا 10 تسبيحات فيه. الحديث إسناده رجال ثقات إلا وهب ابن مانوس لم يوثقه إلا ابن حبان، إلا ابن حبان، وابن حبان فيه تساهل في التوثيق، فعلى ذلك الحديث إسناده فيه ضعف، إسناد هذا الأثر فيه ضعف. يقول قال بعض أصحابنا الكمال أن يسبح مثل قيامه، الكمال أن يسبح مثل قيامه، هذا صحيح، هذا القول صحيح. ليه بقى؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث متفق عليه أو البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب قال رمقت محمدا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، قريبا من السواء. ما قالش وجدت ذلك سواء ولا يبقى القيام مثله الركوع، لا، يقول قريبا من السواء يعني تقريبا القيام زي الركوع زي الرفع زي السجود زي الأعلى زي السجود الآخر. هذا يرويه البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. في رواية رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. هذا لفظ الإمام مسلم ولفظ الإمام أحمد. لفظ البخاري كان ركوع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. لفظة البخاري بيّنت ما أطلق في لفظة مسلم ولفظة الإمام أحمد، ففيه كأنه استثنى القيام والقعود من ذلك والباقي قريبا من السواء. يبقى على ذلك القيام كأنه يكون طويلا أطول ما يكون، الركوع يناسبه وليس مثله، يناسبه. يبقى القيام طويل بالركوع برضو يكون طويلا ولكن ما هوش بقدر القيام. ولذلك في رواية البخاري قال ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام والقعود، يعني القيام طويل قوي القعود طويل، الركوع والسجود والجلسة بين الركوع والسجود قول سمع الله لمن حمده هذا كله قريبا من السواء، هذا كله كان قريبا من السواء. يقول ابن قدامة وإن قال سبحان ربي العظيم وبحمده فلا بأس. الركوع يقول زي ما لنا ربنا في القرآن فسبح باسم ربك العظيم،
فسبح باسم ربك العظيم، يبقى تقول سبحان ربي العظيم، هذا توافق به القرآن. طب لو زدت عليه سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، يقول إن قال سبحان ربي العظيم وبحمده فلا بأس، فإن أحمد بن نصر روى عن أحمد أنه سئل عن تسبيح الركوع والسجود سبحان رب، فقال سبحان ربي العظيم، بيسأله يعني هذا أعجب إليك ولا سبحان ربي العظيم وبحمده، هذا تلميذ الإمام أحمد بيسأل أحمد عن ذلك، أو سئل الإمام أحمد أمامه فقال قد جاء هذا وقد جاء هذا وما أدفع منه شيئا، يعني ده جاء وده جاء وما أدفع منه شيئا. وقال أيضا إن قال وبحمده في الركوع والسجود أرجو ألا يكون به بأس، وذلك لأن حذيفة روي في بعض طرق حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وبحمده، وهذه زيادة يتعين الأخذ بها. هذه الزيادة ليست في الكتب التسعة، البخاري ومسلم وسنن الأربعة ومسند إمام أحمد وموطأ مالك وسنن الدارمي، ليست في هذه الزيادة، إنما رواها الطبراني في الدعاء ورواها أيضا الدارقطني في سننه، فعلى ذلك بعض ضعفها، وكأن الإمام أحمد ضعفها كأنه يضعفها. الرواية حسنها الألباني كأنها جاءت من طريق وجاء لها شاهد من حديث لابن مسعود رضي الله عنه فحسنها بناء على ذلك، فهذه حسنة بناء على أنها لها شاهد. ولذلك جاء عن الإمام أحمد أنه قال أما أنا فلا أقول وبحمده، الإمام أحمد يقول أما أنا فلا أقول وبحمده، يعني أقول سبحان ربي العظيم زي ما جاء في القرآن وزي ما في الحديث، لكن أكثر من ذلك لا أقول. وحكى ذلك ابن المنذر عن الشافعي وعن أصحاب الرأي عن الأحناف أيضا أنهم قالوا ذلك. وجه ذلك يقول ابن قدامة أن الرواية بدون هذه الزيادة أشهر وأكثر، الرواية اللي في الكتب والسنن في الصحاح وفي السنن ليس فيها وبحمده في الركوع ولا في السجود، ولكنها رواية رواها الطبراني في الدعاء ورواها أيضا الدارقطني، فعلى ذلك قالوا الأخرى أشهر منها لأنها في الصحيحين. قالوا هذه زيادة قال أبو داود نخاف ألا تكون محفوظة، لما ذكرها الإمام أبو داود أشار إليها، ذكر الرواية سبحان ربي العظيم وزاد بعدها فقال وروى فلان وبحمده، وأخاف ألا تكون محفوظة زيادة وبحمده، هذا قول أبي داود رحمه الله. فعلى ذلك كأن الإمام أحمد ترك هذه الزيادة لضعفها عنده، لكن إذا كانت الزيادة لها شاهد كما ذكرنا من حديث ابن مسعود، يعني الزيادة دي من حديث حذيفة وشاهدها من حديث ابن مسعود، فعلى ذلك يجوز أنك تقول في الركوع وفي السجود سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع وفي السجود سبحان ربي الأعلى. يقول ابن قدامة فصل والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع وتسبيح الركوع والسجود وقول سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد وقول رب اغفر لي بين السجدتين والتشهد الأول واجب، هذا قول الإمام أحمد وقول إسحاق ابن راهوي. هنا التكبيرة للإحرام هذه واجبة، ما فيش خلاف في تكبيرة الإحرام أنها واجبة. طيب التكبير للركوع، الرفع سمع الله لمن حمده، سجود الله أكبر، هذه التكبيرات في الرفع والخفض وقول سمع الله لمن حمده، هذه واجبة ولا إنها سنة؟ وقلنا واجبة يكون يفرق بين من سهى عنها وهي واجبة ومن تعمد أن يتركها، كأنه يتعمد أن يترك عبادة فتبطل صلاته بناء على ذلك، ومن سهى عنها يبقى يلزمه سجود السهو بناء على أنها واجبة من الواجبات. وإن جاءت الرواية عن أحمد رحمه الله أنه ليس في الأقوال سجود للسهو، فهنا الذي قال أن هذه التكبيرات وقول سمع الله من حمده واجبة قال بها إسحاق بن راهوي وقال بها الإمام أحمد وقال بها داود بن علي الظاهري، فيقولون بأنها واجبة. يقول ابن قدامة وعن أحمد رواية أخرى أنها غير واجبة، أنها غير واجبة، وكأنه راعى الخلاف، لو كانت واجبة ما كانش اختلف فيها الصحابة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم يرى أنه يحذف في التكبير، يعني يكبر بعض التكبيرات ويترك البعض الأخرى، فكان يرى بعضهم أن التكبير حين يراه من وراءه لا يحتاج إلى تكبير، كان التكبير إعلام لمن وراءه، فكان إذا ركع
نزل للركوع، إذا رفع قال سمع الله لمن حمده، إذا سجد نزل للسجود، إذا رفع قال الله أكبر، إذا سجد نزل للسجود، إذا رفع قال الله أكبر. فكأنه منهم معاوية بن أبي سفيان وغيره رضي الله عنهم، فكأنهم كانوا يرون أن هذا التكبير ورفع الصوت به هذا للبيان لمن خلف الإمام أنه يركع ويسجد، فإذا كان يرى فلا يحتاج إلى ذلك. ولكن ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقدمنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فلو كان واجبا عند هؤلاء ما كانوش اختاروا أن يتركوه، فكأنهم رأوا أنه سنة ففعلوا، فعله من فعل وتركه من تركهم. ويقول ابن قدامة هو قول أكثر الفقهاء، أكثر الفقهاء على أن التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام واجبة، غيرها من التكبيرات في الصلاة من سنن الصلاة ينبني عليها، لو أنه تركها ناسيا أو متعمدا فلا سجود للسهو عليه ولا شيء عليه في تركها، إلا أنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن قدامة القول بأنه غير واجب قول عن أحمد، وهو قول أكثر الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته. هنا حجة أخرى للجمهور، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء صلاته الصلاة لم يقل له إنه كبر في كل رفع وفي كل خفض، ولم يأمره بذلك صلى الله عليه وسلم، وحنشوف حديث المسيء صلاته في ذلك. يقول ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يجوز، ده كلام لقدام، النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا واجبا عليك كان بينه لهذا الرجل الذي أساء في صلاته، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا محتاج لأنه يتعلم كيف يصلي لأنه يجهلها. قال ولأنه لو كان واجبا لم يسقط بالسهو كالأركان، أنه يختار أنه إذا نسيه فلا شيء عليه، لا سقط عليه ولا يرجع إليه ليأتي به. الحديث المسيء صلاته جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من روايات، أصح ما فيه له حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو في الصحيحين. جاءت رواية لهذا الحديث في سنن أبي داود أن رجلا دخل المسجد، ويذكرها ابن قدامة هنا بيحتج لنفسه وللقول الأول عن الإمام أحمد إن هذه التكبيرات واجبة وإن قول سمع الله من حمد هذا واجب، يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وأمره الوجوب وفعله، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فكان يفعل ذلك في الصلاة صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا حقيقة ليس حجة. قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي رآه الناس الهيئة، هيئة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فيلزمهم أن يأتوا بهذه الهيئة. وأما الأذكار التي فيها فتحتاج لنص منه صلى الله عليه وسلم إنها مش داخلة في الرؤية، أو أنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كذا وقولوا كذا، إذا يؤخذ الأمر من ذلك، ما لم يعارضه شيء آخر يدل على أن هذا الاستحباب وليس على الوجوب. أما كونه قال صلوا كما رأيتموني، فقد يراه إنسان يصلي فيطيل الصلاة جدا، وراه آخر أنه يقصر من الصلاة، قد يرى إنسان يصلي صلوات الله وسلامه عليه ويسمع منه شيئا قاله صلوات الله وسلامه عليه ولا يسمعه غيره، فهنا يكون يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، إذا ما رآه الصحابة من فعله من هيئات ومن أركان فعلوا كفعله صلى الله عليه وسلم. الأقوال تحتاج لدليل آخر يدل عليه هذا الدليل. يقول وقد روى أبو داود عن علي بن يحيى بن خلاد عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم، يروي عنه الفاعل بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، إلى قوله ثم يكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا. هذا اللي بيحتج به ابن قدامة رحمه الله للإمام أحمد في قول أن قول الله أكبر واجب. منين؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للمسيء صلاته هنا في هذه الرواية. الحديث رواه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع، وفيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء يعني مواضعه، ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول الله أكبر، ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، ثم يقول الله أكبر. فذكر الحديث والحديث صححه الشيخ الألباني.
الحديث من حديث رفاعة بن رافع جاء بكذا رواية، بعضها فيها هذه الزيادات، وبعضها فيها روايات أخرى فيها، وبعضها فيها ما هو من سنن الصلاة وليس من واجبات الصلاة، ولي زي ما ذكر صلى الله عليه وسلم للرجل أنه لا تتم الصلاة حتى، فذكر أشياء ومن ضمن هذه الأشياء حتى يحمد الله ويثني عليه، يحمد الله ويمجده ويثني عليه، اللي هو استفتاح الصلاة. استفتاح الصلاة عند الجمهور عند الجميع أنها سنة وليست فرضا من الفرائض. فكأن الحديث من حديث رفاعة جاء بكذا رواية، في بعض الروايات ذكر فيها ما هو مستحب وليس فرضا، أما حديث أبي هريرة اللي متفق عليه جاء في الفرائض اللي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها المسيء صلاته. فعلى ذلك هذا الحديث اللي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويمجده، في رواية ويحمد الله ويمجده ويكبره، قال حتى يعني يحمد الله ويمجده ويكبره، ففيه أنه استفتاح الصلاة مذكور في هذا الحديث، فلا يكمل الاحتداد بأن هذا واجب، لأنه اللي فيه استفتاح الصلاة هو اللي فيه حتى يكبر. فعلى ذلك قول الجمهور بأن في حديث أبي هريرة لم يذكر أنه يكبر، لم يأمره بذلك، أو حتى لو صح ذلك فليكن من باب ذكر علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما جهله ولم يعرفه هذا الإنسان فبين له ذلك. فما جاء عن الصحابة أنهم اختلفوا في أن هذا التكبير يكبر أو يترك، بعضهم ترك ولم ينكر عليه ذلك، دل على أنه ليس واجبا وإنما هذا من المستحب كما عليه جماهير أهل العلم. يبقى على ذلك قول الله أكبر فيرفع، قول سمع الله من حمده فيرفع، قول الله أكبر فيسجد، هذا كله من مستحبات الصلاة من السنن التي فعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما تكبيرة الإحرام فهذه فريضة في أول الصلاة وركن لا يدخل الصلاة إلا بها، فإذا لم يكبر تكبيرة الإحرام لم يدخل الصلاة، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.